إذا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم من تواجد. إذا الإخوان كما كتعرفوا اليوم كاين قرار ديال منع الاحتفالات برأس السنة الميلادية 2022، منعوا لي غالا، منعوا بزاف تاع الحوايج، وغادي تكون يعني غادي يكون الغلق تاع المطاعم وداكشي مع 11 تاع الليل، وحظر التجول الليلي ابتداء من الساعة 12 ليلا. إذا الناس اللي موالفة تسهر في رأس السنة وتزهاوت نشط، راه ما فيهاش هذا العمل خوتي. فيهاش أخوتي، يعني هذا الشيء هذا كله بسبب كورونا كما كتعرفوا. كانت تلقوا الاحتفالات هذه السنة كانت غادي تكون كارثة، لأنه هذه السنة التالية الثانية على التوالي ما كنحتفلوش باحتفالات ديال رأس السنة. هذا المعنى هذا يعني كان مجموعة على الأمور اللي خلاتهم صراحة الأحسن من أن يجلس في الدار ديالو، يجلس مع وليداتو، خصوصا الناس اللي موالفات تسهر في الليل وتخلي وليداتها في الدار وتمشي تضيع فلوس وتسكر وشراب، بعدا تجلسوا مع وليداتكم شوية ترتبوا الأرض. وكنظن انه من راس العام غادي تكون قرارات اخرى. اذا حنايا غادي نديروا معكم واحد الجوله في اشهر شوارع المدينه بطبيعه الحال. معايا السي احمد صديقي. اذا كما كتشوفوا الجوله الليليه في اشهر شوارع المدينه، الشارع هذا اللي كيدي للجامعه ويدي لحديقه لالة عائشه. غي بيتزا خويا، واه ضربوا غي بيتزا في راس العام، خداكم هذاك الشيء تاع الشراب ديال الخمر. يعني كاين مجموعة تاع الأمور هي اللي خلات يعني الدولة دير هاد الإجراءات من الحالة الوبائية. منير روح انت اللي رحت نعسي الحركي، واه المراركة باش قاعد تحشموا صاحبي، كاع يتابعينا في صحتنا. سير تنعس صاحبي، روح تنعس راه. نتوما اصلا بعدا بكري تسدوا مع 6 ديال العشيه. احسن قرار بطبيعه الحال، الناس كما كنقولوا حنايا واش دي قح اختي ايا، والله لا واش دي قح يا اختي، داخل عندنا المراكة وحوت نعسوا المراكة. قلت له روح اخويا انت تنعس تيسام، اش اختي تدعي علينا؟ علاش انا ما عندي ما خليتك اختي، راني نقول لك غير الواقع شنو كاين، الواقع الموجود على المواقع للاسف. ورا ماما الاحتفالات تاع راس السنه ما خصناش نحتفلوا بهم، راه كاين واحد الاحتفالات حنا بعدا في وجده وحرام عليك. ايوا شتي اختي ايا، هاي كانت السيده كدعي علينا ما كتعرفناش، يمكن كتلقى معنا هكا ولا يمكن تحشم على عرضها. معليش اختي ايا، معليش ربي ربي يسامحها، ربي يسامحها، ماشي مشكل، معذوره مسكينه. ومعليش خليها تخليها تسب وتعاير، تحيدنا غير الذنوب. اذا كما قلت لكم حنايا ان شاء الله في شهر واحد غادي يكونوا احتفالات تاع الناير، احتفالات بالسنه الامازيغيه. كاس باركي كما كنقولوا حنايا، كنا نكون قلتها نيشان كلشي قلتها عاوتاني. يعني كنحتفلوا بالفواكه الجافه ومجموعه تاع الامور. الحمد لله هنا مدينه وجده لينا كما كنعرفوا مجموعه ديال القبائل موجوده مدينه وجده، خصوصا قبائل بني يزناسن، هما قبائل امازيغيه وكيهضروا حتى الامازيغيه. موسى خويا ان شاء الله ان شاء الله نمشيو لطريق سيدي يحيى، نمشيو لطريق كلشي. اس كاسي مباركي، اس كاسي مباركي.
اذا كنحتفلوا وكنجيبوا اللوز القرقاع داك الشيء وكنهرسوه مع العائله، الحلوه الشوكولا. ايوا غادي يكون غالب الاحيان البصاره، واه البصاره 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 وعين صفال كاف بني درار تافو غال تبركان كاع حدو بني زناس كلشي كلشي كلشي. تبارك الله عليكم الاخوه والاخوات. اذا حنايا في اشهر الاحياء مدينه وجده هي القدس والطريق تاع الجامعه اللي كتعرف واحد الاكتظاظ كبير جدا وجدا وجدا. حضر الساحل كان غير قرارات على راس العام باش ما يكونوش مشاكل وداك الشيء وصافي، لاتهم السلطات الامنيه بحال العام اللي داز، يعني المقاهي وداك الشيء غادي يسدو مع 11 تاع الليل، ها 11 ونص و 12 غادي يكون حضر التجول الليلي. يعني هذا قرار غير بالنسبه غير السكايريه وداك الشيء اللي صرف اصحاب الحفلات واصحاب، هي كيبقى فيها غير اصحاب الحفلات مساكين اللي كيديروا انشطه ولا مجموعه تاع الامور يخدموا على راسهم، ولكن ما عندنا ما نديروا، يعني الحاله الوبائيه تفرض علينا شروطها. بغيت نشوف هذا اللي يهضر. ديري يا اختي اش غادي نقول لك، دخلي الفيسبوك ديري طارق الرعد بالعربيه طارق الرعد ودخلي هذاك الحساب الرسمي ديالي، مرحبا بكم جميعا. وراه كاين مجموعه ديال التغطيات ومجموعه ديال لي فيديو في اليوتيوب وجده، ديري شوف تي في وجده غادي يطلعوا لك. ولا الا بغيتي المهم اللي بغى يشوفني شكون انايا يدير في اليوتيوب يدير شوف تي في برنامج نفحات رمضانيه من الشرق، غادي يطلع له واحد البرنامج انا اللي كنقدمه كدرته رمضان اللي داز. هادشي اللي كاين اخوتي. باينة طارق، باينة طا طا والالف والراء والقاف طارق الرعد، الف لام راء عين دال طارق الرعد، باين الفيسبوك ديالي. مرحبا بكم كاع الاصدقاء اللي بغى يتبع الصفحة ديالي، مرحبا. اذا اخوان اخوات كما كتشوفوا معايا نازلنا نجول شوارع مدينة وجدة. لا حيدي الياء، حيدي الياء، الياء حيديها. طارق بين الراء والقاف كاين هذيك الياء تحيد، لا طارق الراء. إذا كما كتشوفون هنايا حركة الناس خارجين كيتسالاو كيتحركو كيتقداو هاد الجهة كتعرف هاكاك هداك هو. Thank you.